احمد فتحي ظهير ايمن 29 سنه 175 سنتي، السنه اللي التحق بها بمنتخبنا الوطني سنه 2002. الانديه اللي لعب ليها نادي الاسماعيلي وشيفيلد يونايتد وكازما الكويتي هال سيتي الانجليزي، دعا كان على سبيل الاعاره والنادي الاهلي في النهايه. الالقاب اللي حققها ثلاث القاب امم افريقيا، ثلاث القاب دوري ابطال افريقيا، لقب سوبر افريقي، واربع القاب للدوري المصري، ولقب لكاس مصر، وايضا لقب لكاس السوبر. ده احمد فتحي. النادي الاهلي عنده كتيبه الحقيقه من التواريخ موجوده في ارض الملعب.